السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة نادية تعليم مادة النشاط العلمي المستوى الثاني صفحة 72. إذا عندنا الأنشطة التوليفية، إذا لدينا الأنشطة التوليفية. النشاط الأول: أكتب نوع الحركة في الطرفين العلوي والسفلي. نلاحظ هنا صورة الطفل يقوم بأنواع من الحركة، علينا تحديد نوع الحركة بالنسبة للأطراف العلوية والأطراف السفلية. إذن لدينا هنا حركة بسط، إذن نكتب حركة بسط. ولدينا هنا حركة دوران، نكتب حركة دوران. إذن أطراف السفلية، لدينا هنا حركة بسط، نكتب حركة بسط. ولدينا هنا حركة دوران، نكتب حركة دوران. النشاط الثاني: أملأ الفراغ في حكايتي بالكلمات الآتية. إذن لدينا هنا حكاية نملأها بالكلمات التالية: فطورهم، صباحي، رياضية، الغداء، منتصف، عشاءهم، المساء، أسنانهم. إذن نتمم الحكاية بهذه العبارات: في صباح يوم الأحد تناول أفراد الأسرة فطورهم. إذا نكتب فطورهم. ثم توجهوا إلى الغابة للقيام بنزهة وإجراء تمارين رياضية. في ملعب مجاور وفي منتصف، نكتب هنا منتصف النهار، تناولوا طعام الغداء، نكتب الغداء، وظلوا هناك إلى المساء، ولما عادوا إلى البيت تنظفوا بالماء والصابون ثم تناولوا عشاءهم ونظفوا أسنانهم. إذا نعيد الحكاية: في صباح يوم الأحد تناول أفراد الأسرة فطورهم ثم توجهوا إلى الغابة للقيام بنزهة وإجراء تمارين رياضية في ملعب مجاور وفي منتصف النهار تناولوا طعام الغداء وظلوا هناك إلى المساء ولما عادوا إلى البيت تنظفوا بالماء والصابون ثم تناولوا عشاءهم ونظفوا أسنانهم.